أنا اسمي حسن إسماعيل، بقالي 30 سنة برع البقر في الغيط. والدي كان دايما يقول لي إحنا مصدر رزقنا روح، فلازم نرعاها عشان ربنا يبارك لي. أنا الحمد لله بقالي 10 سنين في مشروع ألبان بلدنا من شركة دانا، بيدعمونا وبيعملوا لنا توعية بشكل مستمر وبيقدموا لنا خدمات بيطرية، فده خلى جودتنا أعلى ولبنا أكتر، وكمان المية اللي وصلها لنا خلت البقر يشرب مية طول اليوم، بقيناش لازم نوديه الترع. أنا وأسرتي بنرعى البقر ونوكلهم ونحلبهم يوميا، وأنا كل يوم بالليل بوصل اللبن لمركز تجميع دانون في القرية، بيحللوه ويشتروه مني بأحسن سعر، فبيضمنوا لي دخل مستمر ليا ولعيلتي. مشروع ألبان بلدنا من دانون بدأ سنة 2011 بالمشاركة مع هيئة كير الدولية، ودلوقتي فيه 7700 فلاح زي حسن ولسه مكملين.